واخيرا فيديو ترشيحات زي ما بتحبوا. معانا النهارده ترشيحات فئه ال 10000 جنيه، واللي بالمناسبه واعذروني يعني مش انا اللي بتحكم في الاسعار للاسف، فالترشيحات دي هتكون من 10000 ل 12000 جنيه. ايوه زي ما سمعت كده، لان بقت هي دي الفئه، يعني بقى الفرق بين الموبايل والتاني او من شركه وشركه تانيه 1000 جنيه 2000 جنيه، فبقت هي دي الفئه. غير الاول كان بالفرق 300 جنيه 400 جنيه هنا زياده، كنا بنقعد نتناقش في ميات، دلوقتي بنتناقش للاسف في الافات. فالنهارده باذن الله كده هعرفك واحط كل الخيارات اللي من 10000 ل 12000 جنيه قدامك كده، وهننقي سوا وهقول لك ايه هو الافضل بلا منازع اللي تشتريه في الفئه السعريه دي. بس في بدايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده، لايك جميل كده، وتشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان نوصل كل جديد اول باول، وما تنسوش تدعو لاهلنا في غزه. اتمنى ميعاد ما هتشوفوا الفيديو ده تكون الاحداث الماساويه اللي بتحصل هناك دي انتهت. ويلا بينا نعرف ايه هو افضل موبايل متوسط في فئه ال 10000 ل 12000 جنيه. وللاسف ايوه 10000 ل 12000 دي فئه متوسطه. يلا بينا. طيب وللي ما يعرفنيش او اول مره يشوفني، فنظام الترشيحات بتاعتي بيكون كالتالي. اولا بمسك لك شركه شركه، لان انا عارف في ناس مثلا ما بتكونش مايله قوي لسامسونج، في ناس تانية ما بتحبش شاومي، في ناس ما بتحبش اوبو، فعشان كده هجيب لك افضل موبايل او افضل خيار من كل شركه، وهقول لك وجهه نظري الشخصيه، هل الشركه دي بالموبايل بتاعها ده يستاهل اصلا انك تفكر فيه او تحطه في الحسبان، ولا الشركه دي بموبايلها نطلعه خالص بره الترشيحات بتاعتنا. فلو الموبايل عجبني وشايفه ممتاز هرشحه لك، ولو مش عجبني فهطلعه بالشركه بتاعته بره الترشيحات خالص. نمسك بقى اول شركتين واللي دايما بنطلعهم، وهي هواوي ونوكيا. انا بحط الاثنين دول في الترشيحات على امل ان يجي يوم من الايام ان هواوي ترجع تاني تنزل لنا موبايلات بخدمات جوجل، او على الاقل تخش المنافسه تاني، لان الشركه دي بصراحه عزيزه على قلبي. ولكن في فئه ال 10000 12000 جنيه حتى الان الشركتين دول لا يصلحوا نهائي انك تفكر فيهم حتى للمستعمل، يعني نوكيا وهواوي سواء مستعمل او جديد للاسف بره الترشيحات بتاعتنا، مع السلامه. ثالث شركه معانا وهي شركه اونر. اونر اوقات كتير قوي كنا بنطلعها، ولكن اونر السنه دي عندها موبايل مال الاسواق حاليا، وهو الاونر اكس 9 اي. الموبايل ده مميزاته كالتالي، اولا شاشه ممتازه من نوع اموليد وبريفريش ريت او معدل تحديث 120 هرتز، يعني الشاشه دي سواء كالوان او تردد او سلاسه ممتازه و10 على 10. تاني حاجه عندك بطاريه عملاقه 5100 ملي امبير اور، وشاحن نقدر نقول سريع وهو بقدره 40 واط. تالت حاجه عندك ثلاث كاميرات في الظهر، سنسور رئيسي 64 ميجا بكسل، والسنسور الثاني 5 ميجا بكسل خاص بالالترا وايد او التصوير الواسع، والثالثه 2 ميجا بكسل للماكرو والتصوير عن قرب وكده. رابعا الموبايل ده هيقدم لك واحد من افضل واقوى الشبكات الموجوده في الفئه السعريه دي، سواء شبكات المحمول او شبكات الواي فاي. اونر وهواوي معروفه بالكلام ده. خامس ميزه، ودي الميزه الدعائيه ودي اهم ميزه واللي خلتني اصلا ارشح الموبايل ده، ان الموبايل ده شاشته ضد الصدمات وضد الكسر. الشاشه دي مهما تحاول تكسرها، مهما تحاول تخدشها او تعمل اللي تعمله فيها، مش هتتكسر. طبعا ما تجيش تضربها بالنار يعني وتقول لي مش الدرجات دي يعني، ولكن هي مقارنه بباقي شاشات الموبايلات فدي شاشه قويه جدا جدا جدا، ومن اصلب الشاشات اللي هتلاقيها في الفئه السعريه دي. ولكن الحلو ما يكملش عيوب الموبايل ده كالتالي. اولا المعالج السناب دراجون 695 5G. المعالج ده مش اقوى حاجه، بيوازي تقريبا من سناب دراجون زمان او المعالجات اللي احنا عارفينها، السناب دراجون 720G، فده معالج مش اقوى حاجه، ومعالج ما بقاش يعني يستاهل المبلغ اللي هتدفع فيه دلوقتي. تاني حاجه السماعات هنا مونو سبيكرز مش ستيريو سبيكرز، الصوت بيطلع من جهه واحده بس، فالصوت طبعا هيكون اقل من المنافسين. تالت حاجه مستشعر المكالمات هنا سوفت وير مش هارد وير، فاحتماليه التهييس بقى وانه يتلخبط معاك في المكالمات او انت تسمع ريكورد على الواتساب او لما تقرب الموبايل لودنك ما تنتظرش اول ان الشاشه تطفي، لان وارد جدا انه يهنج، لانه هنا سوفت وير مفيش مستشعر حقيقي خاص بقفل الشاشه ساعه المكالمات. ورابعا مش هيقدم لك افضل كاميرا موجوده في الفئه السعريه دي، عندنا موبايلات ثانيه بتطلع نتائج افضل بكتير من الموبايل ده. والموبايل ده سعره للنسخه ال 256 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام 15500 جنيه مصري. قبل ما تتعصب عليا وتبتدي تهاجمني وانت عامل الفيديو 10000 وحاطط موبايلات ب 15000، لا 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 خالص مش ده قصدي اساسا، اهدى كده، ده سعره بس في مصر، لكن سعره موجود في الامارات 1000 درهم للنسخه ال 128 جيجا مساحه تخزين و1100 درهم للنسخه ال 256 جيجا، يعني حوالي 10000 جنيه او 11000 جنيه مصري، فهي للاسف المشكله في السوق هنا عندنا. اي بالدولار يعني حوالي 300 دولار، وهي هي الفئه السعريه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ولكن المشكله في تسعيره هنا في مصر غبي بصراحه. فلو تعرف حد من بره لو انت عايز يعني الموبايل ده خليه يجيبه لك، ولكن من وجهه نظري انا الشخصيه مش هرشح الموبايل ده بسبب العيوب اللي قلنا عليها، انا شايفها عيوب كبيره وفي موبايلات كتير جايه افضل منه في النقاط دي. اللي خلاني بس احط الموبايل ده في الترشيحات لان الموبايل ده موجه من الاخر لو انت شخص الموبايل بيقع منك كتير، عايز موبايل يكون صلب كده واعتمادي، عايز موبايل بتاع هلكه من الاخر وتروح بيه شغل وبتاع ويقع منك ويتهبد وتشيله وبتاع ويستحمل، فده هيكون الحاله الوحيده اللي تشتري فيها الموبايل ده. ولكن ما دون ذلك انا عند رايي وهو انه لا ما يستاهلش، في موبايلات افضل. فللاسف اونر مع السلامه بره الترشيحات.
رابع شركة معانا هي شركة فيفو. فيفو عندها موبايل وحيد في الفئة السعرية دي وهو الـ V27e. الموبايل ده مميزاته كلها تتلخص في ثلاث مميزات فقط. اولا شاشة اموليد بتردد 120 هرتز، ولكن حوافها كبيرة بصراحة وشكلها مش احسن حاجة. تاني حاجة بطارية كويسة 4600 ملي امبير اور وشاحن صاروخي 60 وات. تالت حاجة كاميرا خلفية كويسة 64 ميجا بكسل ومثبت بصري OIS، يعني مانع للاهتزاز اثناء تصوير الفيديو او التقاط الصور. ولكن عيوب الموبايل ده بقى ايه؟ اولا معالج ضعيف هيليو جي 99 موجود في موبايلات ارخص بكتير من الفئة السعرية اللي بنتكلم عنها دي. تاني حاجة صوت هنا مونو سبيكرز مش ستيريو سبيكرز. تالت حاجة تصوير الفيديو هنا اخره بس 1080p، متقدرش تصور بالموبايل ده 4K. رابعا ما عندكش NFC او تقنية الدفع اللا تلامسي. وكل اللونات ده بقى بسعر 12000 جنيه مصري للنسخة ال 256 جيجا مساحة تخزين و 8 جيجا بايت رام. فبصراحة لا، فيفو ما اقنعتنيش، فبرضه فيفو هطلعها بره الترشيحات خالص، الا لو انت يعني خلاص فان بوي لشركة فيفو وبتحبها وخلاص يعني، فمفيش غير الموبايل ده قدامك الفئة السعرية دي. ولكن انا رأيي الشخصي لا، استنى، في موبايلات كتير هقولها افضل من الموبايل ده. ففيفو مع السلامة برضه بره الترشيحات. خامس شركة وهي شركة اوبو. اوبو عندها موبايل وحيد في الفئة السعرية دي وهو رينو 8T. الموبايل ده بصراحة فيه مميزات لطيفة وهي كالتالي: اولا شاشة من نوع اموليد وبتردد 120 هرتز وسطوع تلقائي تحت اشعة الشمس بيوصل لحد 950 نتس او 950 شمعة، فشاشة ممتازة بصراحة. تاني حاجة البطارية الكبيرة ل 4800 ملي امبير اور وشاحن صاروخي من اسرع شواحن الفئة 67 وات، بيشحن الموبايل تقريبا بالكامل من 0% في نص ساعة بس. تالت حاجة الكاميرا الخلفية الجيدة جدا بسنسور رئيسي او مستشعر 108 ميجا بكسل مع وجود كاميرا تانية 2 ميجا بكسل خاصة بالمايكروسكوب او تصوير الاشياء عن قرب واللي بتقرب لحد 40 اكس زوم، فلذيذة يعني للعب بيها شوية. رابعا عندنا هنا ستيريو سبيكرز او سماعات ثنائية، الصوت بيطلع من تحت ومن فوق بيديك صوت ممتاز. خامسا واجهة اوبو الخفيفة والمستقرة واللي من افضل الواجهات بصراحة اللي موجودة في الفئة المتوسطة، واجهة خفيفة كده وحلوة ومبتهنكش على اي معالج. سادس ميزة عندك مستشعر تقارب او مستشعر مكالمات حقيقي هنا، هاردوير مش سوفت وير. سابع ميزة الموبايل ده وزنه 170 جرام فقط، فالموبايل وزنه خفيف جدا للناس اللي بتحب الموبايلات اللي يكون وزنها خفيف. ولكن عيوبه للاسف كالتالي: تلات عيوب. اول حاجة المعالج اللي مش اقوى حاجة، السناب دراجون 695، بصراحة لا افضل ولا ارشح المعالج ده على الاطلاق في الفئة السعرية دي. تاني حاجة غياب الكاميرا الزاوية الواسعة او الكاميرا الالترا وايد مش موجودة في الموبايل ده. تالت حاجة تصوير الفيديو هنا مقفول لحد 1080p بس، ما عندكش تصوير 4K. الموبايل ده سعره للنسخة 256 جيجا مساحة تخزين و8 جيجا بايت رام حوالي 12000 جنيه مصري. فهتشتريه ولا لا؟ بصراحة الموبايل ده محير جدا، فيه مميزات كتير جدا جدا، فعشان كده ولاول مرة من زمن يعني ان انا مطلعش اوبو بره الترشيحات. فأوبو بالرينو 8T هسيبها جوه الترشيحات لأي شخص بيحب أوبو ومش عنده استعداد انه يجرب اي موبايل من شركات تانية، ولو ان شايف انك تستنى لان في شركة تانية تبع اوبو اسمها ريلمي هتديك نفس تجربة الاستخدام ونفس الواجهة تقريبا وبمواصفات اقوى وبمعالج اقوى هتيجي قدام. ولكن لو انت مش فارق معاك ده كله وعايز فقط اوبو، فخلاص الموبايل ده خيار جيد جدا بالنسبة لك. اما بالنسبة لرأيي الشخصي مش هطلعها، ولكن في موبايلات تانية احسن منه. سادس شركة وشركة انفينكس، ما عندهاش اي شيء يذكر في الفئة السعرية دي، مفيش حتى ولا مساهمة واحدة ولا حتى سماعة، مفيش اي حاجة عند انفينكس في الفئة السعرية دي. فشركة انفينكس يعني مشكورة كانت معانا في فئات سعرية اقل من كده بكتير، فانفينكس مع السلامة برا الترشيحات خالص. سابعا شركة شاومي. شاومي اللي عندها موبايل واحد موجود في الفئة السعرية دي وهو البوكو X5 برو. الموبايل ده على قد ما فيه مميزات فهو برضه فيه عيوب هنتكلم عنها دلوقتي. اول ميزة هو المعالج الممتاز السناب دراجون 778G، معالج مستقر جدا واثبت كفاءته طول الفترة اللي نزل فيها لحد دلوقتي، ما حدش اشتكى خالص سواء من سخونية او اداء بيقل في المعالج ده او اي تقطيع او اي شيء يذكر سلبي في حق المعالج ده. تاني حاجة شاشة من نوع سوبر اموليد بتردد او ريفرش ريت 120 هرتز، فشاشة الموبايل ده بصراحة ممتازة و10 على 10 لمشاهدة المحتوى. تالت ميزة بطارية عملاقة 5000 ملي امبير اور وشاحن صاروخي 67 وات. تالت حاجة كاميرا ممتازة وواحدة من افضل الكاميرات الموجودة في الفئة السعرية دي وهي 108 ميجا بكسل مع كاميرا تانية 8 ميجا بكسل خاصة بالالترا وايد او التصوير الواسع و2 ميجا بكسل خاصة بالماكرو او التصوير عن قرب، وعندك كاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل هنتكلم عنها كمان شوية. خامس ميزة عندك سماعات ستيريو، صوت بيطلع من تحت ومن فوق، وبصراحة صوت الموبايل ده واحد من افضل الموبايلات اللي هتلاقيها في الفئه السعريه دي في جزئيه الصوت، التجربه الصوتيه هنا ممتازه. سادسا الموبايل جايب معيار حمايه IP53 وهو مقاوم لطرطشه الميه كده او الغبار والكلام ده كله، فدي حاجه كويسه. الموبايل برضه بيدعم الـ NFC او تقنيه الدفع اللاتلامسي. واخيرا عندك مستشعر مكالمات او مستشعر تقارب حقيقي هاردوير مش سوفت وير.
خلصنا مميزاته. عيوبه بقى كالتالي: اولا الكاميرا السيلفي هنا مش افضل حاجه، في موبايلات جايه الكاميرا السيلفي فيها بتطلع نتائج افضل. تاني حاجه الموبايل جايب اندرويد قديم شويه، اندرويد 12، كنا نتمنى انه يجيب اندرويد 13، ما اعرفش ليه مش حاطينه في العلبه ب 13، انا مش عارف. تالت مشكله ودي اهمهم بالنسبه لناس كتير جدا، وهي ازمه الثقه في براند بوكو بعد اللي كان بيحصل في البوكو اكس 3 والاكس 3 برو. ففي ناس كتير اتقفلت من البراند ده ككل، قالت لك لا يا عم ولا شارينه ولا عايزين منه حاجه، لان الموبايلات طلع عليها اشاعات انها بتجيب بورده. الموبايل ده لحد دلوقتي مفيش اخبار طلع عليه من ساعه ما نزل بقاله بتاع 6 شهور ولا 7 شهور او اكتر من سنه مش متذكر بالظبط، ومفيش حد اشتكى من جزئيه البورده دي انها بتضرب زي الموبايلات التانية او الاصدارات اللي فاتت. ولكن لو بتفكر في الموبايل ده وبتفكر تشتريه، فانا كنت عامل عنه مراجعه كامله بتجربه العاب بكل حاجه، تقدر تشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق هنا دي. الموبايل ده سعره النسخه 256 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام 11700 جنيه مصري، يعني حوالي 300 دولار. فبصراحه شركه شاومي وبوكو اكس 5 برو بالتحديد مش هتطلع بره ترشيحات موبايل ممتاز، واحد من اقوى واشرس المنافسين الموجودين في الفئه السعريه دي. فشاومي هخليه. تامن شركه معانا والشركه اللي قبل الاخيره هي شركه سامسونج، وسامسونج اللي عندها موبايلين ممتازين جدا في الفئه السعريه دي، وهو الاي 34 5G طبعا والام 52. خلونا نبدا بالاي 34. الاي 34 موبايل شبه متكامل، في معالج ممتاز من شركه ميديا تيك والدايمنستي 1080، هيسد معاك سواء في الالعاب او المهام اليوميه. تاني حاجه شاشه ممتازه سوبر اموليد وبتردد او ريفرش ريت 120 هرتز، بطاريه عملاقه 5000 ملي امبير اور وشحن سريع 25 واط. ثلاث كاميرات في الظهر، سنسور رئيسي من شركه سوني 48 ميجا بكسل بمثبت بصري واي اس، وعندك 8 ميجا بكسل الترا وايد و5 ميجا بكسل ماكرو او تصوير عن قرب. عندك ستيريو سبيكرز او سماعات ثنائيه، صوت بيطلع من تحت ومن فوق بيكون عالي جدا، ومعيار حمايه مقاوم للميه وللغبار اي بي 67، وعندك كمان تقنيه الان اف سي او الدفع اللاتلامسي. ولكن الموبايل ده بقى عيوبه ايه؟ عد معايا. اولا تصميم الشاشه سيء جدا جدا جدا، واللي شكله يديك ايحاء انك من سنه 2016 ما غيرتش الموبايل بتاعك. تصميم قديم بنوتش كبيره وشكلها عقيم كده وقديم، حتى الحواف بتاعت الشاشه كبيره، فبصراحه تصميم الشاشه من اسوأ ما يكون. مستشعر التقارب او المكالمات حاطينهم لنا هنا سوفت وير برضو مش هاردوير، ففي قابليه كبيره جدا للتهييس ساعه المكالمات والريكوردات والكلام ده كله. اي حاجه بتتطلب من الاخر قفل الشاشه لما بترفعها عند ودنك هتلاقي هنا فيها مشكله. تالت عيب، وده اللي حصل معايا وانا بستخدم الموبايل ده، هي الحراره العاليه في الالعاب بتخلي الاداء يقل وبتخلي الموبايل يسقط فريمات لما الحراره بتزيد في الجو. بالمناسبه كل الموبايلات بتعمل كده، ولكن الموبايل ده عملها معايا بشكل غبي بصراحه، وتقدر تشوف تجربه الموبايل ده من الاي اللي فوق هنا. خامسا الشاحن البطيء 25 واط، زي ما انتم شايفين احنا عمالين نتكلم على شواحن 40 واط و66 واط و67 واط، لكن 25 واط دي ما لقيناهاش غير عند سامسونج. فيعني تعاطفوا معانا، معلش احنا بندفع 12000 جنيه و13000 جنيه، وحتى الموبايلات العاليه بناخد في الاخر شواحن 25 و45، مش كده يعني؟ الشركه شويه شويه وهتشيل اللوجو بتاعها وتحط ابل مكانه، خلاص يعني عرفنا انك ماشي على خطى ابل، خلاص تمام مبروك. خامس عيب وهي جزئيه الشبكات، الشبكات في سامسونج بشكل عام مش افضل حاجه، فلو انت تهمك قوي قوي جزئيه الشبكات دي فالموبايل ده مش هيكون الخيار المثالي بالنسبه لك. الشبكات فيه كويسه بتقضي الغرض، ولكن في الاماكن اللي الشبكه فيها ضعيفه انسى. شبكات الواي فاي او المدى بتاعها مش افضل حاجه. ولكن المشفع على الموبايل ده ان سعره النسخه ال 128 جيجا بسعه تخزين و8 جيجا بايت رام هي 10000 جنيه مصري بالظبط، والنسخه الاعلى 256 جيجا بسعر 11000 جنيه مصري. تاني موبايل من سامسونج برضه هو السامسونج جالاكسي ام 52. الموبايل ده جايب المعالج الممتاز اللي قلنا عليه، وهو السناب دراجون 778 جي، شاشه ممتازه سوبر اموليد بلس كمان وبتردد 120 هرتز، بطاريه عملاقه 5000 ملي امبير اور، ونفس الشاحن الصاروخي 25 واط بتاع سامسونج. رابعا كاميرا خلفيه 64 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل خاصه بالالترا وايد او التصوير الواسع، وكاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل. بصراحه واحد من افضل الكاميرات السيلفي اللي هتلاقيها في الفئه السعريه دي. ولكن عيب الموبايل ده بقى ايه؟ اولا ما عندكش واي اس او مثبت بصري اللي هو من الاخر مانع الاهتزاز، ده موجود في موبايلات كتير في الفئه السعريه دي، فليه لا ما نبقاش مستنينه في الموبايل ده. تاني حاجه الموبايل ده جايب مونو سبيكرز او سماعات احاديه، فصوته اوطى من المنافسين. تالت عيب هو ان الموبايل ده قديم نسبيا، نزل من اكتر من سنه ونص او سنتين، فمش هتلاقيه بسهوله، ولو لقيته هقول لك دلوقتي هتلاقيه بكام. رابع حاجه وهي تغطيه الواي فاي اللي مش احسن حاجه. فبكل الكلام ده الموبايل ده سعره 11300 جنيه مصري، يعني سعر بصراحه مش وحش. ولكن بشكل عام سامسونج بقى ايه؟ انا اقول لك الموبايلات دي تشتريها لو انت شخص استخدامك بيزك خالص تقليدي، شخص عايز موبايل يريحك كاستخدام، لان في ناس كتير بتحب او بترتاح للسوفت وير بتاع شركه سامسونج، فاقول لك روح للموبايل ده او لاي موبايل فيهم. طبعا انا عرفتك المميزات والعيوب لكل واحد، فانت اختار الانسب لك. ولكن جزئيه الشبكات اللي هتلاقيها عيب في الموبايلين، فلو انت عندك استعداد تضحي بالميزه دي او تضحي بان الشبكات ما تكونش اقوى حاجه، فتوقع على لف سامسونج الموبايلات دي واحده من افضل برضو الموبايلات الموجوده في الفئه السعريه دي. نيجي بقى لتاسعا واخر شركه معانا واللي فيها اقوى موبايل موجود من وجهه نظري في الفئه السعريه دي، وهي شركه ريلمي. ريلمي واللي عندها موبايل وحيد موجود في الفئه السعريه دي هو ريلمي 11 برو 5G.
الموبايل ده بصراحة مميزاته كتير جدا جدا، وهو من وجهة نظري رائد أو أفضل موبايل تشتريه في الفئة السعرية دي، وهقول لك ليه دلوقتي. أولا معالج ممتاز، وهو أقوى معالج موجود في الفئة السعرية دي، وهو الدايمنستي 7050 5G اللي بيجي بدقة تصنيع 6 نانومتر. حتى وإن كان المعالج ده عبارة عن ريبراندنج أو إعادة تسمية للدايمنستي 1080 فهو لا يزال يتفوق عليه حتى لو تفوق بسيط، والتفوق البسيط ده يحسب له ويخليه أعلى منه. تاني حاجة شاشة كيرفد أموليد، أموليد كده منحنية الأطراف، تجربة مشاهدة محتوى ممتازة. أنا عن نفسي بفضل الشات الكيرفت، في ناس ما بتحبهاش مشكله السكرين وكده وحقهم طبعا، ولكن انا عن نفسي بحب الشات دي بسبب مشاهده المحتوى، بحسها الشات بتجذب العين كده وبتشد العين، بالاضافه لانها داعمه للتردد العالي ال 120 هرتز. ثالث ميزه البطاريه العملاقه ال 5000 ملي امبير اور اللي بشاحن صاروخي 67 واط، تشحن موبايل من 0 ل 100% في حوالي 34 دقيقه او 35 دقيقه تقريبا. خامسا كاميرا خلفيه ممتازه 100 ميجا بكسل فيها مثبت بصري او اي اس، واللي هتديك تجربه تصوير ممتازه، بالاضافه لكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل بتطلع صور اتش دي ار مظبوطين و10 على 10. خامسا عندك سماعات ستيريو او ستيريو سبيكر، صوت بيطلع من تحت ومن فوق، هتاخد تجربه صوتيه برضو ممتازه. سادسا عندك مستشعر مكالمات او مستشعر تقارب حقيقي، هاردوير مش سوفت وير. سابعا بصراحه تصميم من اشيك التصاميم الموجوده في الفئه السعريه دي، الموبايل ده بصراحه سواء كانت النسخ الجلد منه او النسخه حتى السوداء اللي جايه بتصميم من البلاستيك، شكلها شيك ومميز عن اي موبايل تاني موجود في الفئه السعريه دي. دي كانت كل المميزات الخاصه بالموبايل ده، والعيوب بتاعته ثلاثة، وبصراحه من وجهه نظري دول اخف عيوب موجوده في اي موبايل تاني من اللي اتكلمنا عنهم، علشان كده انا خليت الموبايل ده هو رقم واحد في الفئه دي. اول عيب مفيش كاميرا خاصه بالالترا وايد او التصوير الواسع، مش حاسسها هي حاجه عمود اساسي في اي موبايل نقدر نحكم عليه ونقول الموبايل ده ممتاز، او هو يعني لو غيابها عن الموبايل ده قصاد ان هو عوضني بمعالج قوي وشاشه ممتازه فلا. انا عن نفسي كرايي انا الشخصي ممكن استغنى عادي عن الكاميرا الالترا وايد، خصوصا لو انت حطيت لي كاميرا خلفيه او سنسور رئيسي ممتاز، ولا حتى الكاميرا الماكرو اللي هي بتصور عن قرب دي مش موجوده في الموبايل ده. وثالث حاجه مفيش او اي اس او مثبت بصري او مانع اهتزاز. فالثلاث عيوب دول من وجهه نظري شايفهم مش عيوب كبيره، لا هو عيب معالج مثلا ولا عيب تصوير اساسي او عيب كاميرا سيلفي او عيب شاشه، لا بصراحه الموبايل في كل الجوانب الرئيسيه اللي فيه ممتاز و10 على 10، فعشان كده انا مخليه رقم واحد، وده افضل موبايل من وجهه نظري في الفئه السعريه دي. الموبايل ده سعره للنسخه ال 256 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام 12500 جنيه مصري، ولكن تقدر تجيبه من زيرو وان موبايل ستور، ممكن ابقى اسيب لكم اللينك بتاعه تحت، لو ما افتكرتش تقدر تشوفوا مراجعه الريلمي 11 برو من فوق من الاي هنا، هتلاقوا فيها طريقه الشراء بارخص سعر في مصر تقريبا حوالي 12000 جنيه 12200. خلي بالكوا ان الاسعار عماله بتعلى اليومين دول، فربنا يستر. كده اكون استعرضت معاكم كل الشركات الموجوده في الفئه السعريه دي، يلا بينا نختم الفيديو سوا. طيب دلوقتي يا عم انا رايح اشتري، ملخص بقى اشتري ايه دلوقتي. عندك شركات اللي احنا استبعدناها دي انساها خالص، ما تحطهاش في الاعتبار اصلا. الشركات اللي هتكون قدامك يا شاومي يا سامسونج يا ريلمي، اوبو تحتيهم على طول. رايي الشخصي بالترتيب كده الريلمي 11 برو، بعديه البوكو اكس 5 برو، بعديه السامسونج اي 34، بعديه الاوبو رينو 8 تي. ده كده ايه الترتيب بتاعي او دي تفضيلاتي الشخصيه. المهم رايك انت اكتب لي تحت في التعليقات شايف ايه، او لو عندك مثلا موبايلات تانية شايفها احسن انا ما ذكرتهاش في الفيديو قول لي تحت في التعليقات، واقول لك اذا كان الموبايل ده حلو او وحش ارشحه ولا لا. خلونا نتكلم مع بعض في الكومنتات. وبس كده، انا عمر من قناه اوبي تيك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.